خلاص بقى يا حاج عفاف، هتستلمي حاجتك بكره، بس جهزي فلوسي. وبكره انا هكلمك هقول لك هتستلمي فين بالظبط. الو، اي امتى فين؟ طيب تمام، يلا سلام. بكره كويس، انا كده قربنا. جاهز؟ جاهز. فرحان طمنيني، عملت ايه مع زياد؟ مش جاي. يعني ايه مش جاي؟ زي ما سمعت. مش عارف ايه البرود اللي انت فيه ده، زي ما يكون من دمي مش من دمك انت. عاوز نعمل ايه يا سيد؟ ارجعه البيت عشان تهين وتمد ايدك عليه تاني؟ انت فاكر يعني انك هتتضايق على زياد اكتر مني؟ اتضايق عليه؟ زياد ده انا مربيه وزي ابني بالظبط. لا يا سيد، مش زي ابنك، ولا عمرك حسسته بكده. دايما كنت بتحاول تكسره وتفهمه قدام انت عايش في البيت ده، يبقى لازم تحط الف جزمه في بقك وما تتكلمش. يا بنت انا بشد عليه زي اي اب في الدنيا، عايزه يطلع راجل. وانت عارف انا بحب زياد قد ايه، وعمري ما فرقت بينه وبين عيالي. وانت تشهدي ولا نسيتي؟ لا يا سيد ما نسيتش، بس انت كرهك لرحيم غطى على كل الحب اللي جواك، مش قادر تشيل رحيم من نافوخك. انت بتنتقم من رحيم في زياد يا سيد. ايه حكايه رحيم رحيم رحيم؟ ايه ماله رحيم بزياد؟ الله، بقول لك ايه، خرج انت من الموضوع ده، مالكيش فيه. انا هتصل بزياد واعرف اجيبه ازاي. زياد بيحبني وعارف قد ايه انا بحبه. عادي يعني زعقت له ولا حتى ضربته؟ ما كل الابهات بيعملوا كده مع عيالهم. اعمل اللي تعمله يا سيد، بس زياد مش هيرجع. تراهن يا بنت ابوكي. طيب ورحيم كان معاها؟ ركبت معاها العربية طيب؟ هي كانت عاملة ازاي؟ كانت لابسة ايه؟ لابسة ايه ايه بس يا عماد؟ لابسة جلابية سودة وحط على وشها طرحة ولابسة نقاب. طب ورحيم؟ ما شفتوش. طب كانت عاملة ايه، مبسوطة؟ قصدي متطمنة يعني ولا ايه؟ متطمنة ايه بس يا عماد؟ متطمنة ايه؟ دي طول ما انا قاعدة معايا عمالة تبص حواليها وتبص وراها. يعني ما شربتيش معاها حاجة؟ شربت ايه؟ واحنا لحقنا؟ ده انا 5 دقايق وفي الاخر قالت لي يلا يا ماما بقى لازم تمشي عشان انا لازم امشي. رن. الو. ايوه انا العمدة. ايه اتخضيتي ولا ايه؟ لا خالص، ازيك يا عماد؟ انا مش مهم. المهم انت يا دودو عامله ايه؟ كويسه. ولما انت كويسه بتكلمنيش ليه؟ والله انت عارف الظروف. والظروف ده هتستمر لحد امتى يا داليا؟ مفيش حاجة في إيديا، أدينا بنحاول. بنحاول؟ بنحاول أنتوا مين بقى؟ أنتوا الداخلية ولا أنتوا رايحين؟ أنا عايز أشوفك يا داليا. ما ينفعش يا عماد. لا ينفع، وأنا لو عايز أجيبك من المكان اللي أنت فيه يا داليا هجيبك دلوقتي. سلام يا عماد. داليا! يا رمضان امان. طب انا على الباب وداخل لك اهو. منور يا سيد بيه، ما تقلقش انا مش شاتل العيال كلها، عارفك بتحب السكرات. اوعى تطلع فرز تالت زي المره اللي فاتت. والله العظيم فرز اول، هو ده اول تعامل بينا ولا ايه؟ اقول لك حاجه، اتفرج كده على البضاعه اللي مجهزها لك. يا رمضان دي بس شكلها جديده قوي. ما يا باشا لسه بنحطها في الشمس يومين تاخد لها وش هلك. انا قايل لك رمضان انا مستعجل. طب اعمل ايه يا باشا؟ اقول لك حاجه، اللي ياخدها يحطها في الشمس براحته. احنا هنستظرف، ما دخلتهاش ليه الشرقامه؟ شرقامه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حاسب حاسب. الله 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 الله.
الله 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 عيب كده يصير حيط لا عيب كده الله ده سيد الوكيل ماشي ازيك يا كريم؟ بابا هنا؟ لا بابا مش هنا. هو موبايله في حاجة؟ مقفول على طول. مش عارفة بس ممكن يكون فاصل شحن. طب لما يجي خليه يكلمني. رحيم أنا عايز أقولك حاجة. معلش بس أنا بجد مش بعرف أقولك يا أنكل خالص فمتخليش ده يزعلك. وأنا مش عايزك تقولي لي يا أنكل. عايزة إيه؟ متزعلش من ماما. أنت من ساعة ما نقلته وما شفتكش هنا خالص. لا والله بس مشغول على طول وبعدين يعني معقوله هزعل من الست اللي شالتنا في بيتها خصوصا لو عندها بنت زي القمر زيك كده بجد يا رحيم وبعدين الست لو احنا وحشينك قوي كده بيعدي علينا ده احنا فوقيكوا ماشي لما بابا يجي يخليه يكلمه رحيم طلب اخير اتفضلي ممكن نتصور مع بعض سيلفي يعني ايه سيلفي سيلفي هوريك زي كده لا 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 أنا أصلي ماليش في موال الصور ده. سلام. وصلتوا الحاجة؟ والله يا فندم لسه شغالين يعني بس احنا بشكل مبدئي كده وصلنا للشخص اللي كان بيتكلمه كانت بتكلم حد اسمه عزت مستني يا خالد خلي فريق البحث يعمل ملف لأي حد اسمه عزت ليه علاقة بأمينة الراجل ده لازم نوصل له في أسرع وقت أوامر ما عليك ألو مين؟ معلومات إيه؟ ايوه ابو ورده الفلوس معايا كلها ما تقلقش طب ماشي سلام هتيجي معايا ولا مش هتيجي نعم دي مراتي ده كفايه ان انت جاي معايا يا سلام الله يجاز اللي كان السبب ما خلاص بقى يا حلم هنفضل نعيد ونزيد في نفس الكلام ولا اخلص بقى برضه مغلق ولا عمره هيفتح انا مستغرب انت فاكره بعد كل اللي حصل ده هترد عليكي عادي يعني رحيم احنا ليه كل ما نوصل لطريق نلاقيه مسدود انا بعد الرساله اللي جاتني النهارده بقيت على الاقل عارف مين اللي بيعمل فيكي كده اللي عايز مني 700 مليون طب ما تكلم الناس دول وتقول لهم ان 700 مليون دول مش معاك اكلم مين انت عارفه انا حولت فلوس لكام واحد ده غير ان فيهم ناس انا ما اعرفهاش مجرد وجهه لاصحاب الفلوس الاصليين لعبه تهريب وغسيل الاموال دي لعبه كبيره لا ليها لا اول ولا اخر انت بتبص لي كده ليه رحيم وانا حبيتك ليه؟ نعم ايه السؤال ده؟ يعني انا دكتورة جامعية وانت
رد زبونه. مش قصدي، انت لسه خاطف واحده دلوقتي حالا ولسه بتتكلم عن تهريب اموال وغسيل فلوس، عادي كانه جزء من حياتك. وانا دكتوره جامعيه بطلع على التلفزيون وبعمل لايف كوتشنج للناس، بعلمهم يعيشوا ازاي ويشتغلوا ازاي وياكلوا ازاي. انت بذمتك مش شايف ان دي حاجه غريبه؟ طب مش ده يخليني انسانه منافقه؟ ما تسيب ده من ايدك وترد عليا. ايوه. ايه؟ امتى حصل ده؟ هو في ايه؟ البوليس في حالته الجماليه كلها.